أنا في مرة المرات يعني شيء يشبه طبعا مع فارق المقارنة، لاعب دولي سابق في بلد عربي ما، هو حكى لي قصة، اعتزل خلص بلغ السن، كان نجم كبير، لاعب دولي وهداف ونجم واسم، وصل لمرحلة خلص اعتزل وإصابات وكذا، خلص ما عاد قادر اعتزل، واعتزل يمكن في سن فوق 35 يعني، وصل لمرحلة شبع وأشبع يعني خلص ما عاد نجم. هذا الرجل حكى لي بأنه كان يذهب في منتصف الليل إلى الملعب، الاستاد الرئيسي، حارس الملعب الناطور صاحبه، فكان يطلب منه طبعا تشغيل إضاءة كاشفة صعب، فكان يطلب منه تشغيل لمبة كبيرة، حتى اللي اشترى له لمبة قوية حتى فوق غرفة الحارس على أساس تعطي شيء إنه ظلال تشوف شيء في الملعب ويوجهها على الملعب، ويوجهها على الملعب يعني تعطي شيء خيال بس شايف ما تمشي بظلام دامس. وكان يرتدي ملابسه الكامل، تيشيرت والشورت والجراب والحذاء والمكسرات يحطها كلها كاملة، وياخذ كرة وينزل أرض الملعب يجذب الكرة من منتصف الملعب كأنه في مباراة، وأنه عم يراوغ خيالات، هو عم يراوغ خيالات، يراوغ ويسدد الكرة في الشباك بقوة ويحتفل مع الجماهير أنه سجل، يا الله، يمثل ليشعر يمثل كما لو كان هو يسجل، يشعر بلذة الهدف أو يشعر باللحظة لكي يقبض على اللحظة اللي فيها المجد وفيها العز اللي تقدمه كرة قدم اللي فاتته بده يعيشها من جديد، يضل عايشة كلها. فالمسألة ليست سهلة طبعا، انك تضل دائما انت في القمة، معروفة ان البقاء في القمة دائما صعب، وبالتالي الاعتزال لا يبقي في القمة.